السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد يونس، أستاذ مساعد جراحة العظام في القصر العيني. النهاردة بنتكلم على عملية التوتال نير ريبليسمنت، عملية من العمليات اللي بدأت تبقى مستخدمة كتير جدا، نتيجة طبعا احنا معظم الحالات في مصر بتكون الفيروس ديفورميتي مع السيفير اوستيو ارثرايتس. اكيد في اسباب تانية بس دي اكتر سبب بيضطرنا ان احنا نعمل عملية التوتال نير ريبليسمنت. في اسباب تانية زي الانفلاماتوري كونديشن، روماتويد ارثرايتس اند سو اون، بتخلينا نعمل التوتال ني، حتى كمان البوست تروماتيك كونديشنز. عملية التوتال ني عملية بتعتمد على الكونسبت بتاع السوفت تيشو بالانسنج. هي فيها خطوات كتيرة وفيها البون كاتس وفيها السوفت تيشو بالانسنج، بس الكونسبت الأساسي بتاعنا هو السوفت تيشو بالانسنج. عشان نحصل على توتال ني ريبليسمنت افكتيف وبنفيشال بالنسبة للعيان، لازم نبقى فاهمين طبيعة الامبلانت بتاعنا والتكنيك المظبوط اللي احنا نحط بيه الامبلانت عشان نحصل على افضل النتائج. اول حاجة احنا هنتكلم عليها النهاردة هي البون كاتس، واول نقطة محتاجين نتعرف عليها هي طبيعة الامبلانت اللي احنا هنستخدمه. هو اللي احنا هنستخدمه هنستخدم الزيمر امبلانت، الناكسجين بوستيريو ستابلايزنج امبلانت، وده شكل التريز المختلفة اللي احنا بنستخدمها في الابليكيشن بتاع الامبلانت بتاعنا. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض الكاتس اللي ناخدها ازاي ده نعملها بطريقة مظبوطة عشان نحصل على افضل النتائج الممكنة باذن الله للامبلانت بتاعنا. هنبدأ مع دكتور محمد ابو السعود، استاذ مساعد جراحة العظام، هيبدأ معانا يعرفنا على الفاميرال كاتس وهاو تو دو ساوند توتال نير ريبليسمنت ستارتنج ويذ فاميرال كاتس. السلام عليكم، انا محمد ابو سعود، استاذ مساعد جراحه العظام في القصر العيني، ومعنا الزمر ريبريزنتيف الاستاذ ايهاب اباظه، مساعدنا كتير جدا خصوصا في معهد ناصر. هنبتدي بس نتعرف على شويه الالات البسيطه باختصار كده اللي هنستخدمها في اجراء الفاميرال كاتس. ده السو بليد اللي هنستخدمه، الاوسيليتنج سو. دي الدريل اللي هنعمل بيها الانتري في الفيمر عشان نحط بعد كده الجايد، الانتري ميدالري جايد والكاتنج بلوك بتاعة الديست الفيمر. دي الكاتنج بلوك بتاعة الديست الفيمر بتركب عليها، تمام. هنوري كل حاجة بالتفصيل بعد كده. بعد كده بنستخدم الجيج اللي بيعمل الفايف كاتس اللي بنسميه فايف ان ون. بعد كده احنا هنستخدم الامبلانت اللي هنركبه بستيري ستابلايزد امبلانت، والامبلانت سلاكشن بعد كده هيجي في محاضرة لوحده. ده الجيج اللي بنعمل بيه البوكس بتاع البي سي ال. كمان عندنا ده السايزنج، السايزنج انسترومنت اللي بنستخدمه علشان نقدر نسايز انهي كومبوننت اللي هنستخدمه انتروبوستيريلي بالذات. دول تو انجل دبل انجل هومنز علشان نحمي بيهم الميديال ولاترال كولاترالز في الفيمر. ده حاجه بنسميها الانجل وينج عشان نقدر نشوف الكات بتاعتنا رايحه فين ونقدر نبروفيجنالي سي الكات بتاعتنا. دول جزء من الكاتنج بلوك بنقدر نحدد بيهم الروتيشن ونعمل بيهم الثلاث درجات اكسترنال روتيشن في الفيميرال كومبوننت. وده سمول سو بليت اللي بنعمل بيه الباتيلر تراك والبوكس اوستيوتوم البوكس اوستيوتومي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنبتدي بقى دي ركبه شمال. طبعا حسب السيرجيكال بريفرنس، في ناس بتحب تشتغل دايما بايديها على عده ايديها اليمين، فبيقف الناحيه الثانيه حتى في ركبه يمين او شمال بيقف على ناحيه اليمين من العيان. ده اللي احنا هنعرضه هنا نظرا برضو للسيت اب اللي موجود. انا هقف على الناحيه الثانيه وهنشتغل هنعمل الفيميرال بوني كاتس. اول حاجه بنحدد الانتري بوينت اللي هنخش بيها المضله عشان نحط الانتر ميدالري جايد اللي احنا شرحناه. وبالتالي عايزين نعرف الانتري بوينت فين. دي حاجه بنقدر نحددها مينلي على البري اوبريتيف تمبليتنج، الاي بي اكس راي واللاترال اكس راي. بس في الركب الطبيعيه المفروض ان احنا بنبتدي بتبقى الانتري بوينت بتاعتنا فوق الانسرشن بتاع البي سي ال اللي هو ماسك في الميديال في الميديال فيميرال كوندايل اللي هو ناحيتي. بنطلع فوقيه حاجه بسيطه وهو ده بيبقى ده بيدخلني على المضله بتاعه الفيمر. هي دي الانتري بوينت اللي عاده بنستخدمها. البنطه بتاعتنا بتبقى شارب تيبت كده، بنغرزها في العظم في الانتري اللي احنا عايزينه عشان نقدر نجيب وبالراحه خالص بنخش نجيب المضله بتاعه الفيمر. وكده انا اي جيند اكسس للانترا انترا ميدالري، وهحط الانترا ميدالري رود وعليه
الآلة اللي بتظبط الفالجس انجل بتاعي. ببساطة شديدة جدا هي دلوقتي مظبوطة على الزيرو، وعندي هنا هوت ليفت اند رايت وديجريز مختلفة. انا لو فكيت ده هقدر الف اخليها تروح في احنا هنا دي مش رايت، احنا هنا ليفت، هي كده زيرو. كل ما هزود كل ما الفالجس انجل هتبقى اكتر، كل ما هقلل كل ما الفالجس انجل هتبقى اقل. احنا عادة بنظبطها حوالي 5 درجات زي ما اتفقنا، بتعتمد على حاجات كتير، على طول العيان، البريوبرتيف تمبليتنج بتاعنا قد ايه، راجل ولا ست، الفيها فيرس ولا فالجس ديفورم، في حاجات كتير. المهم ده دلوقتي كده هنحط الانتراميدالري رات وهنخش بيه جوه المدلة بتاعت الفيمر، وبعدين هنعمل هنجيب مالت ونتاب بيه ندق بيها. هنفترض ان هو ده المالت بتاعنا وهندق لغاية لما الكاتينج بلوك بتاعنا يلمس واحدة من التو كوندايلز سواء لاترال او ميدي. يبقى احنا كده وصلنا للبون سيرفس. بعد كده هنحط الديستل كاتينج بلوك، ديستل فيمورال كاتينج بلوك، تمام. وبعدين هنطلب من استاذ ايهاب يدينا الانجل وينج قبل ما اثبت ولا اعمل اي حاجه خالص عشان اشوف انا هقطع قد ايه من الفيمر. هقطع حاجه كويسه كده من اللاترال، هقطع حاجه برده كويسه من الميديال. لو انا بقطع من اللاترال كتير يبقى انا انفالجس جامد قوي، لو انا بقطع من الميديال كتير يبقى انا انفيرس جامد قوي، وكل ده بيخليني لو انا هشيل من الاثنين كتير يبقى انا عالي قوي عن الجوينت لاين، لو انا هقل يبقى مش هقطع كفايه محتاج اطلع فوق. نقدر نظبط الكلام ده. انا هنا لقيت ان انا ميديال ولاترال الاثنين كويسين، هنبتدي نحط البينز. الكاتنج بلوك بتاعنا ده في مارك على الزيرو يمين وشمال ميديال ولاترال، هندقهم برضو في العظمه عشان نثبتهم التو بينز الاولانيين. نعيد تاني حركه الانجل وينج عشان نتاكد ان احنا ما اتحركناش من مكاننا، برضو هيقطع كويس ميديال ولاترال. بعد ما شفنا الستايلس بتاعنا بالانجل وينج تأكدنا ان هو كويس، ممكن نزود بين كمان هنا. ده مديهولنا باور دريفن الحمد لله، حطه على الفورورد. انا كده ثبت تمام الكاتنج بلوك بتاعي، ابتدي اقدر اشيل بقى ساعتها الانترا ميدالري راد مفك، شيل قصدي الانترا ميدالري راد عشان نقدر نشتغل ونقطع بالسو بتاعنا. تمام، احنا شلنا دلوقتي الانترا ميدالري راد وفضلناش غير بس الديستال كاتنج بلوك. هنبتدي بالسو بليد ناخد الديستال بوني فيميرال كات. لاترال كوندايل تمام، نشيل الكاتنج بلوك ونسيب البنز. طبعا هنا ده صوبون مش زي الطبيعي. اوكي، هنسيب البنز دول عشان نقدر نعمل عليهم بعد كده لو احتاجناهم ان احنا نعدل في اي حاجة احنا محتاجينها. طيب احنا هنا شلنا الجيجز بتاعتنا دي بتشيل تقريبا 8 ملليمتر تبع شركه زيمر، هنا بتشيل 8 ملليمتر من الديستال فيمر، وهما دول نفس السايز بتاع الكومبوننت اللي احنا هنحطه بعد كده اللي هيتعوض بالكومبوننت. الكات بتاعتنا عاده تبقى واصله لغايه بدايه التروكلير نوتش، بدايه التروكلير، ده معناه ان الكات دي كده كويسه خالص. هل في ساعات بحتاج خصوصا لو عندي فلكشن ديفورمتي في الركبه بحتاج اطلع اكتر؟ بيديني هذا البلوك بتاعي هتلاقي عليه 0 وماينس 2 وماينس 4 وبلس 2 وبلس 4، انا اقدر اطلع وانزل بالكات بتاعتي على نفس البينز. لو انا حطيتها في بلس 2 هاخد 2 ملي زياده، بلس 4 هاخد 4 ملي زياده، وده ممكن اعمله لو انا عندي فلكشن ديفورمتي اقدر ازود الديستال فيمورال بوني كات. كده يبقى احنا خلصنا اول حاجه في الفيمر. ماشي، بعد كده هنبتدي نعمل السايزنج بتاع الفيميرال كومبوننت بتاعتنا ونحدد بيه كمان الروتيشن بتاع الفيميرال كومبوننت. اول حاجه ده السايزنج انسترومنت بتاعنا، بس في خطوط في الاول لازم نرسمها على الفيمر بتاعتنا. اول حاجه لازم نحدد الميديال واللاترال ابي كوندايلز ونرسم الانتر ابي كوندلر اكسس، ده اول خط بتاعنا.
تاني خط بنسمه هو الوايت سايد لاين. الوايت سايد لاين من the deepest port في التروكليا للhighest port of the notch، ده اسمه الوايت سايد لاين. الخطين دول بيربنديكولر على بعض. لو جينا بصينا على البوستيرير كوندايلر اكسس اللي هي ما بين البوستيرير سيرفيس اوف ذا لاترال كوندايل والبوستيرير سيرفيس اوف ذا ميديال كوندايل، هتلاقيه انترنالي روتيتد على هذين الخطين بحوالي 3 درجات، ودي الطبيعي بتاعه. عشان كده احنا بنحاول نعمل 3 درجات بتوع الاكسترنال روتيشن لما بنريفرنس هذه الخط. فالبوستيرير كوندايلر اكسس از 3 degrees internally rotated regarding the انتر epicondylar axis او الوايد سايد لاين، وده السبب ان احنا عاده بنحتاج نعمل 3 degrees of external rotation عشان نخلي الكاتس بتاعتنا سكوير، وده بيتعوض بعد كده في التيبيا زي ما هنشرح في التكنيك بعد كده. طيب هنبتدي بالسايزنج، واللي هنحدد بيه كمان الروتيشن ده بيركب على البوستيرير كوندايلز بتاعه الفيمر، فهو بيرفرنس البوستيرير كوندايلز. وكمان عشان نقدر نعمل سايزنج بنيجي على اعلى حته في الانتير سيرفيس اوف ذا فيمر اللي غالبا بتبقى لاترال، والستايلس ده كده نشوفه. ممكن ده كمان يتمسك ببينز، نثبت ببينز، وممكن مش محتاجين نثبت ببينز بس تمسكها بايدك لغايه لما تحط الايه روتيشن. احنا هنا تقريبا جايبين سايز اف، تمام. بعد كده الاستاذ ايهاب هيحط لنا ليفت، وهنحط الليفت هنا وهنحط 3 درجات. هنلاقي هنا ان ممكن تكون الثلاث درجات هي اللي ماشيه اكتر مع الانتر ابيكوندلر اكسس زي ما احنا متفقين، احسن من الزيرو بكتير، واحسن ممكن تكون تحتاج اكتر كمان هنا. حط كمان حط البين الثاني كمان بعد اذنك، ماشي. وانا عامل سايزنج تقريبا اف، وهنبتدي نهامر عشان نثبت الاثنين بوينتس بتوعنا دول. كده انا حددت بالنسبه للانتير سيرفيس بتاع الفيمر مكان الجيج اللي انا هحطه فين عشان ما اعملش نوتشنج، وكمان حددت الروتيشن بتاع الفيمر الكومبوننت بتاعي. هنشيل دي وبعدين نشيل دي، ونقدر ناخد بعد كده الفايف ان وان جيج بتاع السايز اف. كل سايز ليه كاتنج بلوك مختلف، وهندخله على الاثنين بينز اللي احنا حطيناهم، تمام. هنلاقي السايز بتاعه ميديو لاترالي از اوكي، انتروبوسيري احنا قسناه، وميديو لاترالي اوكي. لو انا عندي شويه عايز اتحرك ميديال او لاترال، يستحسن احنا نخليه لاترال على قد ما نقدر، ان ده بيحسن جدا الباتيلر تراكنج. برضو هناخد الانجل وينج قبل ما نثبت، نتاكد ان احنا ايه لما نقطع مش هنعمل نوتشنج في الانتير كورتكس بتاعت الفيمر، اللي واحده من الاسباب الرئيسيه بتاعه البوست اوبرتيف بيريبروستاتيك فراكتشرز وسوبر كوندلر ايه فيمورال فراكتشرز اللي بتحصل مع التوتني. انا شايف ان انا وضعي كده ميديو لاترالي كويس جدا، انتروبوستيريلي كويس جدا، وظبطناه ولقيناه هياكل كويس من البوستيرير كوندايلز، وهياكل من انتيرير كوندايلز من غير ما يعمل نوتشنج في الفيمر. كده انا محتاج اثبت بقى الجيج ده ميديو لاترالي في الوضع اللي احنا اتفقنا عليه. خش يا هاب اتفضل. هو ده محتاج بين اكبر للتاني. اوكي نحط كمان مسامير زياده علشان نزود بيها الاستابيليتي بتاع الكاتنج جيج بتاعنا. طبعا ده سوبون مختلف شويه عن احساس العظم بتاعنا. بعدين هنشيل البينز دي، تمام، ماشي. اول كات انا بحب اخدها هي الانتيرير كات، ونخلي بالنا واحنا بنعمل ان احنا ان شاء الله ما نعملش نوتشنج. تمام.
لو بصينا هنا على الكات هتبقى عاملة الجراند بيانو ساين، هي واكلة لاترال اكتر من ميديال، وده طبعا عشان موضوع الثلاث درجات اكسترنال روتيشن اللي احنا عملناهم بياكل اكتر من الانتيرير بارت بتاع الفيميرال لاترال فيميرال كوندايل اكتر من الميديال، وده بيديني الجراند بيانو ساين. تمام، بعد كده هنعمل الانتيرير شامفر، بليت شكله بس. تمام، قبل بقى ما نبتدي نعمل البوستيريور كاتس لازم نحمي اللاترال والميديال كولاترال ليجمنتس، فلازم نحط ليجمنت هنا نحمي بيه اللاترال كولاترال وليجمنت تاني نحمي بيه الميديال كولاترال، دول بيركبوا على الفيمر من ورا ويحملنا بيهم الايه الكولاترال ليجمنتس عشان المنشار بتاعنا ما ياكلش الليجمنتس ونلاقي بعد كده عندنا انستابيليتي. ادي كده الميديا خلص، ده بيبقى راكب ورا الفيمر. وكده اللاترال خلص، وبعدين نعمل الشامفر. وبعدين البوستيريور سوري متأسف، خلاص اوكي كده خلصنا الشامفرز. لازم نغير السو بليد عشان نعمل الباتيلر تراكينج التروكليا بتاعت الكومبوننت. تمام، كده خلصناه. لما نجيب سو بليد نعلم بيه مكان الخطين دول هم هنكسر بعد كده فيهم او وسطهم رفيع، وهامر ونبتدي نعلم علامة بسيطة كده بس ميديال ولاترال على العلامة اللي في الكاتنج بلوك. بعدين هنريموف الكاتنج بلوك ده، خلاص كده الفايف اون وان خلص شغلته. هنفك المسمارين اللي احنا حطيناهم دول تماما، ودول برضو بيعملوا لي مكان البيجز بتاعت الديفينيتيف كومبوننت. ده معمول ريفرس كده، ريفرس اهو اوبن اوبن. هيفضل بس ان احنا نشيل مكان المنشار بالسلاح بتاعنا ده، نشيل بقى الحتتين دول كده. طبعا مش لطيفة عشان سوبون، ونقدر نعمل بالفايل نحن ننعم مكان العظمة كده. خلاص انا كده لو هركب كروشي تريتينينج انا كده خلصت كل الكاتس بتاعت الفيمر، عملت انتيري كات بوستيري كات انتيري شامفر بوستيري شامفر، كان في الاول في ديستال كات، وكمان عملت التروكليا. لو انا عندي بقى هركب حاجة كروشي تريتينينج كومبوننت انا كده جاهز، لكن لو انا عايز اعمل ريموف البي سي ال لازم لازم اعمل بوستيري ستابلايز، لازم ريموف بوكس زيادة علشان نقدر ناخد بيه حط الكومبوننت بتاع البوستيري ستابلايزد ني. ماشي، ممكن تديني ال البوكس بتاعنا. لا هخش دي الكاتنج بلوك بتاعت الاف، برضو هيجيب برضو سلاح منشار بسيط وهناكل بيه ونعمل بيه البوكس اوستيوتومي بتاعتنا. هنزود بس فيكسيشن زيادة
ميديان اند لاترال. انا كده هشيل بعد كده البوكس بتاع البي سي ال، هنمشي على بالمنشار بتاعنا على حدود، طبعا ما احدفش شمال ولا يمين جامد علشان ما اكلش في العظم ولا نطش العظم. تمام، وبعدين نعمل لاترال ونعمل الميديال، سوري، تمام، وبعدين هنلاقي البوكس بتاعنا طلع بسهولة بالغة، وده غالبا بيبقى في الطبيعي اتاتشت فيه البي سي ال بتاعنا. هنشيل بعد كده الكاتنج بلوك بتاع البوكس، ويبقى احنا كده جاهزين المفروض ان احنا نركب الكومبوننت اللي هو بوستيريور ستابيلايزد. بيبقى فيه بوكس واضح هنا غير السي ار، والكام والبوست ميكانيزم بتاعنا الطبيعي، وده بيركب مكان البيجز اللي احنا حطيناها. وبعدين نستخدم الامباكتور بتاع الفيميرال كومبوننت، نركبه شويه من نضرب من تحت الاول وبعدين من فوق لغايه لما يسيت كويس خالص. هو كده almost seated. تمام، ركبنا femoral component posterior stabilized F size F على الفيمر الشمال، وكده احنا خلصنا الفيمرال preparation، وهيبتدي بعد كده التيبيال preparation والبالانسينج بتاع الركب. السلام عليكم يا جماعة، دكتور محمد أبو السعود مشكورا، شرح لنا باستفاضة كاملة ازاي نقدر نعمل الفيمرال كاتس بتاعتنا بطريقة ممتازة، بحيث ان احنا نقدر نسيت الكومبوننت بتاعنا ونحصل على ويل فانكشنينج توتال ني. المرحلة اللي بعد كده ان احنا هنتكلم على التيبيال كات. التيبيال كات زي ما حضراتكم واخدين بالكم، ده الميديال سايد اوف ذا بيشنت وده اللاترال سايد اوف ذا بيشنت. عندنا بعض الآلات اللي احنا محتاجين نتعرف عليها. اول حاجه الاكسترنال جايد بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده، بالاضافه للايه للانتيريور جايد جيج بتاع التيبيال كات اللي احنا هنستخدمه بعد كده. اول خطوه هنعملها بالنسبه لنا هي ان احنا نظبط الالاينمنت بتاعنا بالاكسترنال جايد. لازم ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا في الاكسترنال جايد، ان الجيج بتاعنا ده بالنسبه للسيستم اللي احنا استخدمناه النهارده بيبقى عامل لوحده الاسلوب بتاعنا بتاع ال 7 ديجريز اللي هي مهمه في البروكسيمال تيبيال كات. في بعض الديزاينز الثانيه ما بيكونش الموضوع بنفس الديزاين ده، وبالعكس ده بيبقى السلوب بتاعنا محطوط في الانسرت نفسه، بيبقى بيلت ان في الانسرت. هنبدا نابلاي الاكسترنال جيج بتاعنا. هنراعي في الاكسترنال جيج بتاعنا ان احنا نكون as much as possible with the line of the chain of the tibia، والسنتر بتاعنا يبقى السنتر اوف ذا انكل. طب ازاي نظبط الليفل بتاع الكاتنج جيج بتاعنا؟ بنجيب زي ما حضراتكم شايفين السلايد ستايل اللي قدامنا ده، في رقمين، في رقم 2 وفي رقم 10. معنى كلمة 2 يعني الدبت بتاعه أكبر، يعني في الآخر الكاتنج جيك بتاعنا هياكل مسافة أصغر اللي هي 2 مللي، ومعنى 10 يعني الدبت بتاعنا أقل، معنى كده إن الجيك هياكل مسافة أكبر. طيب نبدأ. احنا اتفقنا ان most common causes بتاعتنا هي الفيروس اوسيو ارثريتك ني، فاحنا هنبدا ناخد الريفرنس بتاعنا هي الديبست بوينت او lowest بوينت اوف ذا ميديال تيبيال كوندايل. هنحط الستايلت بتاعنا عند اكتر بوينت ديب فيها، ونبدا نظبط الجيك بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. هنظبط على الاثنين، يعني عايزين ناخد كات اقل لان ده الجزء اللي هيبقى فيه اروجن اكبر. ونالاين الجيك بتاعنا as much as possible with the line of the chain of the tibia. زي ما حضراتكم برضك واخدين بالكم ان احنا نفس الجريدز اللي موجوده في الفيمرال كات جيك موجوده عندنا في التيبيال كات جيك. عندنا 0 و0 وعندنا بلس 2 بلس 4 ماينس 2 ماينس 4 عشان احنا عايزين نعمل بعد كده فاينايت ادجستمنت للكومبوننت بتاعنا. هنحط البنز بتاعتنا ونفكس
هنسكيور مور بالثريدد بن. وبكده احنا نقدر في اللحظه دي نعمل الكات بتاعتنا بعد ما ظبطناها فيرس فالجاس والالاينمنت بتاعنا. هنستخدم السو بليد ونبدا الكات بتاعتنا. وزي ما شرحت لحضراتكم ان البوستيري سلوب الدبل انجل هومن ده بيبروتكت اس، بنحطه بوستيريور يسبلكس التيبيا انتيريور ويبروتكت البوستيريور الاستراكشر. بس لازم زي ما عملنا كده خدنا الكات بتاعتنا. الكات بتاعتنا الميديال بارت بتاعها از smaller than the lateral board. زي ما اتفقنا ان احنا كان عندنا فيروس ديفورميتي. النقطه المهمه بالنسبه لنا الثانيه ان احنا لازم واحنا بناخد الكات دي نحط الهومنز بتاعتنا بروتكت الكولاترال سوفت تيشو ونبروتكت مهم جدا جدا البوستيريور. حتى احنا في بعض الاحيان بنسيب سمول بورت من البوستيريور بورت بتاع البروكسيمال تيبيا فور فيرذر كات بعد ما نكون عملنا guidance وprotection للposterior soft tissue. كده احنا عملنا الكات بتاعتنا ونقدر دلوقتي نإكزامن البالانس بتاعنا عن طريق الجاب بالانسنج بلوكس ونشوف احنا قدرنا فعلا بالكاتس اللي عملناها دي نحقق البالانسنج تكنيك بتاع السوفت تيشو ولا لا. هنريموف الجايد طبعا بنكزامن البالانس بالبالانسنج بلونج بنكزامن البالانسنج بتاعنا. بنبدا طبعا بسايز 9 10 نكزامن ات فيرست انفليكشن زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده بنفك بنكستند ونكزامن ات ان extension to get sure ان احنا we achieve the balancing of the soft tissue. تمام. طبعا ده مش الاكتشوال سيناريو واحنا we are using soapone. بس انا بدي بس لحضراتكم فكره عن التكنيك. هنبدا نعمل further preparation للproximal part of the tibia. هناخد بقيه الكاتس بتاعتنا هنسبلكس الانتيريور بورت اوف ذا اي هنسبلكس البروكسيمال بارت اوف ذا تيبيا ونبدا نستخدم الجيج بتاعنا. عايزين نحدد السايز بتاعنا. اول حاجه لازم تبقى واضحه بالنسبه لنا احنا نحس الانتيريو تيبيا تبروستي ونقسم الانتيريو تيبيا تبروستي تو 3 سيكتورز يعني تلت وتلت وتلت بحيث ان احنا هناخد البايسكتور لاين بتاعنا اللي هو الجنكشن ما بين الميديو ثيرد واللاترال تو ثيرد. تمام. وده هنعتبره البايسكتور لاين اللي احنا هنفيكس او هنادجست الجيج بتاعنا عليه وننشور السايز بتاعنا ان هو ما يبقاش بروتيودنج نيذر ميديال نور لاترال ونشوف الموست فيتنج سايز بتاعنا ونبدا نالاين ات عشان النقطه بتاعه الروتيشن بتاعتنا نالاين ات مع الفيرتشوال لاين اللي احنا عملناه ما بين الميديال تو ثيرد ميديال 1 ثيرد واللاترال تو ثيردز اوف ذا تيبيال تيوبروستي. طيب بس كده لا احنا ممكن نستخدم الجايدنج بين ده عشان ننشور الالاينمنت بتاعنا. لو حضراتكم تاخدوا بالكم ان هو جوينج with the anterior chain of the tibia and meeting the center of the ankle. فكده احنا we get sure ان احنا restore the alignment of the knee. هنبدا after we checked the rotation and the varus valgus alignment nsecure الجيج بتاعنا.
في نقطة مهمة برضك أحب أوضحها لحضراتكم، إن إحنا لو في بعض الحالات والمقاس بتاعنا أو size of the patient is in between sizes من الـ pre-made sizes، إحنا الـ lateral positioning of the component is much more tolerated than the medial. نفس الوضع بالنسبة للدكتورة أبو سعود شرحه لنا في femoral component. هنبدأ دلوقتي ن prepare proximal tibia. نبدأ الأول بالدريل، وممكن نستخدم الريفرس دريلينج او حتى الدريلينج اليوجوال، وكده نبدا نبريبير كانال. بعد كده هنستخدم الهامر بتاعنا عشان نبريبير الكيل. اوكي، ممكن في هذه اللحظة ان احنا نريموف الهاندل وان انشورت الترايل الفيميرال ترايل بتاعنا. ونشوف كوردنج للبلوك اللي احنا حضراتكم استخدمناه في البالانسنج تكنيك، نشوف احنا محتاجين انسرت قد ايه، ونحط تراير انسرت، ونقدر دلوقتي نأكزامن نعمل ترايل اوف اكزامينشن اوف ذا توتال ني وي ابلايد بيفور ان احنا نعمل التشيك ده، بيفور ان احنا نحط الاكتوال components بتاعتنا. نختبر طبعا حضراتكم بالنسبة للصابون احنا نبص كده ونشوف ده كده aligned والدنيا جميلة، بس في الاكتشر سيناريو احنا عايزين نختبر البالانسنج تكنيك فيرس فالجاس، عايزين نختبر الباترلر تراكينج، واللي هو ده مش واضح بالنسبة لنا، بس في العملية في الاكتشر سيناريو هيبقى في عندنا باتيلا وعندنا باتيلر تندون، ونشوف الكومبوننتس دي is the fitting the most fitting components ولا محتاجين ان احنا ن adjust اي حاجه بالنسبه لنا، والرينج بتاعنا is okay.